وزير قوري بوسي اسكارسين تسومال لان محمد شامع عبقال هاتانا كترسان حسبي معارض كوضني ورباينت الله اللي ايا مركي قوري سيكا هاللي قدو دوان سو ساري حسبي معارض كوضني قدو هولودية داسو حسبي كن نقضي مانتي شلايتو ايسو قاري مهاني كهاللي نوحو تلمامي ما تاوكي ورقات داسو بحضي قدو هاللي اوضيني مئمن شريفنا كما هذا مساجد وحلا مشي ميريه يعني شبكته الدسكو ناريته وراك سكول نفسريين أيوم بايلو أركاس خالد هاي ولي بالرئة وضلا ذوق أحد ليال سو قد بي أفر إيا لما تسع عود قده هو ذو الطري أركي كجوجي وارقو مهد علنية وحلايا هاي لأن واحس بأقل ثلاثة الدسكة واحس بأقل ومدي سن إيه عدك وكدوني يقران خرايا يا عدك هالكو يالو واحس بي يعني ثلاثة اللي وذلي هو احترابسة يعني ينا مال عن وحكضيد الحين وكل ميو يينا كده وش ما طالعه. دينك كلام محمد شامع عبقال ودليل حقوق ودريحس بيجا محافظ كي كل مياه يسوق الشيء جنو عد كرادين يو كرسي قدومي كحجين ككوبا ده قلها وكلا ده الصومالي لان والله دورتي أحمد ياسين شيخ على يا لا يسوق عرنتني كهذا ينوح تلمامي. هدي حلقة أحمد ياسين إن شيخ على يا لا وكقبتي قلها وكلا ده دنياي أو أبريك هذا بقى إيمان يسألوا دين تي نسيه ليدهين هدو بلنك عرسي هديو يحي ووحو حقو لي يحي أو نكو فردي أن أحمد ياسين عدكي ددكي سكو فردي حقنا أولي لبي يطبر حلبان قولها صدح يطبر حلبان رأي أوضلنا قولها فرديان يعني إنو قدومين رضا حقو لي يحي دور تيرا هرانا أحمد حان كاول لي يميتي أمي سورة قلين عندنا كمان نعلن عندنا كمان نعلن ما أنت حتى يوصل تك شيء إنه يدو حل طورش اللي بيجري هو اللي بيع أنت لو صار راعه ت أنا وتهام قبلنا حقنا نروق مالها إسنا حق نروق مالها إن وحن لا هاي أنت كسر إسنا أحمد ياسين حق بولي أحمد ياسين وحرنا يا حل دوان إن حداد تعيش هاي كل مية أو أنت هاي حل دوان كل بيئة و ورأي جاجا وفكر كاجا وتوصل حسن تاي كوكر نعمين كوكر يمين حداد تعيش هاي كل مية أنا وراضي عنك شاء الله إن وحن كورن لها كلية من دا حسب جاء تعيش هاي قرن كتري دي ما تهيا حداد يعني إنا تاجر تقعد أهل أن قط تقعد وحلت أطر تدوري شنو كو إلى هذا الشرع قرن كورن لو دين ما قبل إيه هلك أو حك الدين رياض الله حرولي كل مية ويمانية أو ذل سقوط هاي تعطى وصعدة ودين بان ليه هلا ويمانية تدق بولي ويمانية وحلت الدين رنت هيك أنك قاعد يورنيه aan sidii dhaqanka wanaagsan iyo ilbaxnimada ahay soo dhaweeyay siyaasi maxamed jaamac abgal hadalkiisa uu sii wato wuxuu tilmaamay inay tabashooyin kala duwan ay xukuumadda u gudbiyeen intii xilka hayay balse aan waxba laga qabanin isagoo arintaas ka hadlayna wuxuu yiri arrinkii riyaa awdal tabashadeedii wuxuun baa la dhex geliyay bad kale oo aan yacni dabadeedna wuxuu baa ka soo baxay xukuumaddii ilaa 8 qof in la magacaabo qof baaba riyaa awdala يدو ال عسكين يقول لي هاي طبعا شد رأوا ضرب واحد لقى قبلي يا وابل سيس هاي دي بيرسيت كي ماشي أنا أنت لو كعمل اللي كسر ليس ده يقول دي دي ما أقول كم ترتي يو قضية دي يو وحنا لو عسل قرني وكل مية ديار وماها ترك الناس عادي حقه يروح لوا ضيا شو إسلا عود بديه عالم في كلا ناي رصو إيجار واحد سلا ينلقو احترامه إنه أنه دل سلا كلنا كله ما حد دوار كامر ينلقو ينن نقول رأوا ضرهان تدكي بربوري aynu falka faraha ka qaadan tabashada bare ma jirto wax dambe ka dhacay ma jirto dawladda hadan iyo xukuumadda hadan bay soo baxaa ma aynu sugno codkeenana kulmiyaha ka ilaashan ugu dambeyntii siyaasi maxamed jaamac abgal waxa uu ka hadlay shaqo joojinta barasaabki gobolka saudal mustafa horta aad arintii aan miidii ay saxaafadda ka maqlay ee madaxweynaha ku xeynka qaranka oo ku simihi madaxweynaha maanta wuxuu ka joojiyay ka shaqadii gobolka uu ka hayo gudoomiyaha inkastoo jeclaan lahaa dee horta inuu gobolka la balaa ku horreeyo xataa socotee madaxweyne ku xigeenkii gobolkiiba wax ka wadaa iyo gobolka taa inaan laga yar fiican yahay jeclaa haddana waa shaqadiisii buu qabsaday sida ugu jawaabay dee uu ku jawaabay bala saabka gobolkuna ugu qanacsanaa way waa awoodda maanta madaxweyne ku xigeenkii qaranku leeyahay kusmaan madaxweyne inuu yahay mar hadduu yahay inuu ka joojin karo ilaa wasiirka shaqada ka joojin karo أنت مدحون ومري مدحون ومركي ما تنا يحطوا حاسي أرجل صحة هانا صدا شقده إنك كلا ما دونتو حطيو خالد يهينا دي مدحون وصحيتونو مرقادر بين إنا شق صحي كسعو طالقة